ساعتان يفتح لهما أبواب السماء. تفتح لهما، تفتح لهما أي اللام هذه لأي شيء معناها؟ ما نحتاجوش نعاودوا معاي اللام، طيبنا التعاويد. الايه هذا العله لاجلهما، تفتح لهما اي لاجلهما ابواب السماء. نعم. وقل داع ترد عليه دعوته. وقل داع ترد عليه دعوته، يعني من دعا في تلك الساعه او في تينك الساعتين لا تكاد ترد دعوه داع، لا تكاد ترد، الاكثر قبول الدعوه وقد ترد، ويكون ذلك قليلا، قل يكون ذلك الرد قليلا، إما لفوت شرط، لفوت الإخلاص مثلا، أو لحصول مانع كأكل الحرام مثلا، فترد الدعوة. وقل داع أي يكون الرد ولكنه قليل. وقيل وقل داع ترد عليه دعوته أي لا ترد دعوة أحد أصلا، لا ترد دعوة أصلا. العرب قد تطلق قل وتقصد النفي المحض لا التقليل. قال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي لا تتذكرون أصلا. والعرب تقول: مررت بأرض قليل فيها قليل بها الكراث والبصل، أي لا كراث بها ولا بصل أصلا. فيطلقون القلة ويريدون النفي المحض. ومن ذلك قول الطريماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، يقول فيه: أشم كريم، أشم ندي كريم النوادي قليل المثالب والقادحة. لا يتصور أن يمدحه، أن يمدحه ويقوله أنت ترى مع ذلك فيك شوية المثالب فيك شوية القوادح، هذا لا يتصور، مفهوم؟ إذا قليل القوادح قليل المثالب والقادحة، يعني لا قوادح فيه ولا مثلبة أصلا. فهذان وجهان يمكن حمل الحديث عليهما. نعم. ونحن نرجو من رحمة الله ألا ترد دعوة أحد. نعم. وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. هذا هو حضرة النداء عند الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. حضرة النداء. وفي سبيل الله عند التحام الصف، وقد قال أبو داود في رواية أبي داود: حين يلحم بعضهم بعضا. هذا أيضا من المواضع التي لا ترد فيها دعاء، قل ما ترد دعوة. واعلموا أن كل دعاء انتفت عنه الموانع هو دعاء، كل دعاء انتفت عنه الموانع هو دعاء مقبول. لكن الإجابة لها صور، إما أن يعطيك الله حاجتك التي سألت، وإما أن يدخرها لك عنده في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، فكلها مجابة. ولكن صورة الإجابة الله عز وجل يختار لك أي الصور أنسب لك. اكتفي بهذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.